ضيوفنا الكرام، نرحب بكم في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ونود التنويه أنه في حالة أي طارئ لا سمح الله فإن مخارج الطوارئ عند أعمدة الإنارة في الملعب الرياضي. حفظ الله الجميع من كل شر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرًّا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور المسيرة الأكاديمية بسم الله وعلى بركة الله تبدأ المسيرة الأكاديمية. يتقدمها معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور خالد ابن صالح السلطان. يليه أصحاب السعادة وكلاء الجامعة ومشرفوها، وكيل الجامعة للبحوث الدكتور سهل ابن نشأت عبد الجواد، ووكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور محمد ابن سعد آل حمود، والمشرف العام على الخدمات الدكتور سامي ابن عبد الرحمن خياط، والمشرف على نقل التقنية والابتكار وريادة الأعمال الدكتور سمير بن علوان البيات، والمشرف على العلاقات والتواصل المجتمعي
الدكتور أشرف بن حسان فقيه، يليهم أصحاب السعادة العمداء، عميد الدراسات العليا الدكتور سلام بن عادل زمو، وعميد القبول والتسجيل الدكتور سعد بن محمد الشهراني، وعميد الخدمات التعليمية الدكتور عمر بن سعيد باغبر العمودي، وعميد البحث الدكتور ناصر بن محمد العقيلي، وعميد شؤون المكتبات الدكتور صالح بن عبد الكريم البريدي، وعميد التطوير الأكاديمي الدكتور نضال بن تيسير الرطروط، وعميد شؤون الطلاب الدكتور أحمد بن صالح العجيري، وعميد معهد الريادة الدكتور وائل بن عبد الحكيم موسى. والآن مع مسيرة أعضاء هيئة التدريس يتقدمها سعادة عميد شؤون الأساتذة والموظفين الدكتور عمر بن عبد الله السويلم، يليه السادة أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم الهندسية وكلية الهندسة التطبيقية، يتقدمهم سعادة عميد الكلية الدكتور مسفر بن محمد الزهراني، يليه أصحاب السعادة رؤساء الأقسام الأكاديمية بالكلية الهندسة الميكانيكية والهندسة المدنية وهندسة الطيران والفضاء والهندسة الكيميائية والهندسة الكهربائية، يليهم السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية. أسست كلية العلوم الهندسية عام 1385 للهجرة، وقد طورت برامجها لتمنح الدرجات العلمية الثلاث البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في كل من الهندسة الميكانيكية والهندسة المدنية والهندسة الكيميائية والهندسة الكهربائية، وتمنح درجة البكالوريوس والماجستير في هندسة الطيران والفضاء. أما كلية الهندسة التطبيقية فأنشئت عام 1390 للهجرة، وتتميز برامج هذه الكلية بالبرنامج التعاوني الذي يمضي فيه الطالب 28 أسبوعاً من التدريب العملي في مجال تخصصه بإحدى جهات التوظيف المحلية أو العالمية لكسب الخبرة العملية والمهنية. وهذه الكلية تمنح درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية التطبيقية والهندسة المدنية التطبيقية وهندسة الطيران والفضاء التطبيقية والهندسة الكيميائية التطبيقية والهندسة الكهربائية التطبيقية. وبرامج الكليتين معتمدة من هيئة اعتماد البرامج الهندسية والمعروفة عالمياً باسم إيبت. والآن مع السادة أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم يتقدمهم سعادة عميد الكلية الدكتور سليمان بن صالح الحميدان، يليه أصحاب السعادة رؤساء الأقسام الأكاديمية بالكلية الرياضيات والإحصاء والفيزياء والكيمياء، يليهم السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية. أسست كلية العلوم عام 1389 للهجرة، وقد صممت برامجها لتدعم مراكز البحوث والصناعة، وهي تمنح درجة البكالوريوس في الإحصاء والرياضيات والفيزياء والكيمياء والكيمياء الصناعية والعلوم الاكتوارية، كما تمنح درجة الماجستير في الرياضيات والفيزياء والفيزياء الطبية والكيمياء والإحصاء التطبيقي وعلوم الحياة والأحياء البحرية، وتمنح درجة الدكتوراه في الرياضيات والكيمياء والفيزياء. والآن
مع السادة أعضاء هيئة التدريس بكلية الإدارة الصناعية، يتقدمهم سعادة عميد الكلية الدكتور محمد بن فرج الزهراني، يليه أصحاب السعادة رؤساء الأقسام الأكاديمية بالكلية المحاسبة ونظم المعلومات الإدارية والمالية والاقتصاد والإدارة والتسويق، يليهم السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية. أسست كلية الإدارة الصناعية عام 1395 للهجرة، وهي تمنح درجة البكالوريوس في المحاسبة ونظم المعلومات الإدارية والمالية والإدارة والتسويق، كما تمنح درجة الماجستير في إدارة الأعمال وماجستير إدارة الأعمال للمدراء التنفيذيين. والآن مع السادة أعضاء هيئة التدريس بكلية تصاميم البيئة، يتقدمهم سعادة عميد الكلية الدكتور عادل ابن شاهين الدوسري، يليه أصحاب السعادة رؤساء الأقسام بالأكاديمية بالكلية العمارة والهندسة المعمارية وتخطيط المدن والأقاليم وهندسة وإدارة التشييد، يليهم السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية. أسست كلية تصاميم البيئة عام 1400 للهجرة، وهي تمنح درجة البكالوريوس في العمارة وتخطيط المدن والأقاليم والهندسة المعمارية، كما أنها تمنح درجة الماجستير في الهندسة المعمارية وتخطيط المدن والأقاليم وهندسة وإدارة التشييد. والآن مع السادة أعضاء هيئة التدريس بكلية علوم وهندسة الحاسب الآلي، يتقدمهم سعادة عميد الكلية الدكتور عادل ابن فضل أحمد، يليه أصحاب السعادة رؤساء الأقسام الأكاديمية بالكلية علوم الحاسب الآلي والمعلومات وهندسة الحاسب الآلي وهندسة النظم، يليهم السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية. أسست كلية علوم وهندسة الحاسب الآلي عام 1407 للهجرة، وهي تمنح الدرجات العلمية الثلاث البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات التالية: علوم الحاسب الآلي والمعلومات وهندسة البرمجيات وهندسة الحاسب الآلي وشبكات الحاسب الآلي والهندسة الصناعية والنظم وهندسة النظم التحكم والقياس، كما أنها تمنح درجة الماجستير في أمن وضمان المعلومات. والآن مع السادة أعضاء هيئة التدريس بكلية هندسة البترول وعلوم الأرض، يتقدمهم سعادة عميد الكلية الدكتور عبد العزيز بن عبيد الكعبي، يليه أصحاب السعادة رؤساء الأقسام الأكاديمية بالكلية علوم الأرض وهندسة البترول ومركز أبحاث البترول المتكاملة، يليهم السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية. تعد كلية هندسة البترول وعلوم الأرض التي أسست عام 1436 للهجرة أحدث كليات الجامعة المانحة للدرجات العلمية، وتسعى الجامعة أن تكون الكلية واحدة من أفضل كليات العالم في مجال تخصصها وتقديم خريجين يقودون صناعة النفط، ونظراً لتزايد اعتماد صناعة استخراج النفط على تقنيات علوم الأرض وتكامل العلاقة بين هندسة البترول والجيولوجيا والجيوفيزياء، فقد رأت الجامعة دمج تخصصي هندسة البترول وعلوم الأرض ومركز البحوث البترولية المتكاملة في كلية واحدة، وهي تمنح درجة البكالوريوس في التخصصات التالية: هندسة البترول وعلوم الأرض والجيوفيزياء، وتمنح درجة الماجستير في هندسة البترول وعلوم الأرض والجيوفيزياء والعلوم البيئية، وتمنح درجة الدكتوراه في هندسة البترول وعلوم الأرض. وأخيراً السادة أعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات المساندة والتطبيقية، يتقدمهم سعادة عميد الكلية الدكتور إسماعيل بن محمد بداوي، يليه سعادة وكيل الكلية لشؤون السنة التحضيرية الدكتور عبد العزيز بن محمد العساف، يليهما أصحاب السعادة رؤساء الأقسام الأكاديمية بالكلية الدراسات الإسلامية والعربية والدراسات العامة والتربية البدنية واللغة الإنجليزية، ومدراء البرامج بالسنة التحضيرية الرياضيات،
واللغة الإنجليزية والعلوم والهندسة، يليهم السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية. أسست الكلية عام 1427 للهجرة، وتضم أقساما أكاديمية غير مانحة للدرجات العلمية، ولكنها تساهم في الارتقاء بمستوى الفكر والمعرفة والوعي والمسؤولية لدى الطلاب، وتنمية وتطوير مهاراتهم الشخصية والاجتماعية، بالإضافة إلى البرامج الأكاديمية المساندة التي تهدف إلى تهيئة الطلاب للدراسة الجامعية، مثل برنامج السنة التحضيرية الذي يمضي فيه الطالب المستجد عاما دراسيا كاملا في دراسة اللغة الإنجليزية والرياضيات والحاسب الآلي والعلوم الطبيعية والتقنية الهندسية باللغة الإنجليزية، لتكون مدخلا للدراسة الأكاديمية في تخصصات الجامعة. كما تم إعداد برنامج خاص يقدم باللغة العربية في مهارات الدراسة الجامعية، ليكون عونا للطالب في الجامعة على إتمام مسيرته الأكاديمية بشكل متميز. مسيرة الخريجين. بسم الله وعلى بركة الله، تنطلق مسيرة الخريجين. يتقدمها سعادة عميد شؤون الطلاب الدكتور أحمد بن صالح العجيري، يليه وكيل عمادة شؤون الطلاب للتوظيف والتدريب الدكتور طلال بن موسى الخروبي، ووكيل عمادة شؤون الطلاب للتوجيه والإرشاد الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الشمري، يليهما حاملا علم الجامعة فالطلاب المرشحون للتخرج. المرشحون للتخرج من كلية الدراسات العليا بدرجة الدكتوراه: أحمد العمري، أحمد حكمي، أحمد عطية، أحمد غيثان، أسعد بط، الحاج بشير لاباران، أنس الموسى، بدر باجري، خالد عاصي، خواجة محمد، رمضان غواشي، زكريا جميع، سريل أنيني، اسكندر خان، شادي العمري، شهيد أديكيلي، شهيد غينو، صقر أدمو، عامر مرغني،
عمار آدم، غدري ميلا، فايز القرني، محمد العرفج، محمد بنافي، محمد دلهاد، محمد منشا، محمد نصير، محمد ياسين، نديم بيك، نزار اليزيدي. المرشحون للتخرج من كلية الدراسات العليا بدرجة الماجستير: إبراهيم الدعيس، إبراهيم الذماري، إبراهيم الضويحي، إبراهيم باكلا، إبراهيم محمد، أبو ديلكن باكي، إحسان راشمان، أحمد آل حسين، أحمد البابطين، أحمد الشبعان، أحمد العبد الجبار، أحمد الملازم، أحمد بخاري، أحمد خليفي، أحمد سيف الدين، أحمد شاهين، أدريس بوبولا، أرمين كوبليتشا، أرنست أداز، أروم أمير الدين، أسامة بن أرشد، أسامة معنكوسة، أسامة البار، إسحاق محمد، أسوان برادي بيتيا، أشرف بحرق، إعجاز أحمد. أكرم غانم، المقداد إبراهيم، اليول أجيمبو، أمايس طيب، أنس عبد الهادي، أنمار قطب، أنيق جنجوعة، أيمن السروري، بابار أشرف، باسل عبد القادر، براميديا بردنان، بشير الدين فصيح الدين، بلال الكركي، تركي الشمري، تميم فلمبان، جميل غاركوا، جهاد القاسمي، حافظ أرشد، حافظ أفضل، حذيفة حسين، حسام رمضان، حسام عرباسي، حسن الهاشم، حسن الكاف، حسيب خليل، حسين السلمان، حسين القحطاني، حفيظ الرحمن، حمد اليامي، حمزة أحمد، حمزة شاهيد، حمزة مختار، خالد المصيبيح، خالد جمال السقا، خالد عمران، خالد محيسن، خلق كمال، خليل عناية، ذي شأن طارق، رائد الأدريسي، رمضان عبد الرشيد، زاهد عويس، زاهر علي يوسف، زكي السبع، سامي الشيخ، سامي الطناني، سامي حميد، سعود الخالدي، سعيد الشرافي، سعيد القحطاني، سلطان المدني، سلطان أنور، سلمان بوبشيت، حسين سليمان حسين، سليمان محمد، سهيد لطيف، سهيل الحافظ، سيد جهانجير، سيد شاه، سيف الشهراني، سيف الله شفيق، شادي الحاج، شوقي المليكي، صادق البردة، صادق المقرقش، صمويل جيمانك، صهيب أحمد، ضياء الدين عفانة، طاهر محمود، طه ناصر، طورال جعفروف، ظفر كمران محمد، عادل المالكي، عامر الدين خاجة، عبد الجبار داود، عبد الحكيم زرقوني، عبد الرحمن بابكر، عبد الرحمن حمد، عبد الرحمن دحوة، عبد الرحمن خان، عبد الرحمن سعد الدين، عبد الرشيد بواه، عبد العزيز الجنيدي، عبد العزيز الصالح، عبد العزيز ملحم، عبد اللطيف البصير، عبد الله الباني، عبد الله الحجاب، عبد الله الشيخ، عبد المحسن العبد المحسن، عبد الله العبد المحسن، عبد الله العقيل، عبد الله العمودي، عبد الله القبالي، عبد الله اليامي، عبد الله قاسم، عبد المجيب اوناول، عبد المجيد محمد، عبد الهادي الوداعي، عدلي ايلايور، عزام الفراج، علي العوامي، علي اللقماني، علي الناصر، عمار حمود دحوه، عمار صالح، عمار محي الدين، عمر الامين، عمر التميمي، عمر العريفي، عمر الفرا، عمر الفكي، عمر المنتصر، عمر بن عبيد الله، عمر محمد عمير الشهراني، عنايات شيخ، عوض جعامل، عيسى شحرة، غاسي هيري، غفران أحمد، فاروق أول، فتاي الأبميويو، فتاي اليادي، فراس الشبيلي، فراس شحادة، فرحان أحمد، فريد عبد الله، فهد الجبيري، فهد العبكري، فهد المشل، فيصل القرني، فيصل حسين، كاظم محمد، لطفي فردوس، لي هايشيا، ماجد العطيشان، مجاهد العبيد، محسن الشهراني، محمد شكيل، محمد أحمد، محمد الحارثي، محمد الخميس، محمد الربعي، محمد العزي، محمد العسيري، محمد العلوي، محمد الغضباني، محمد المطر، محمد النعيم، محمد الهاجري، محمد أمان الله، محمد جبريل، محمد جميل، محمد تفاحة، محمد جلالي، محمد جوايد، محمد حفني، محمد ساعاتي، محمد سليمان، محمد سيف، محمد شميس، محمد شيخ، محمد شيرازي، محمد طيب، محمد عمر، محمد فيزان، محمد لاري، محمد محروس، محمد محمود، محمد وسيم، محمد يوسف، محمود الفاضل، محمود دسوقي، مدثر فاروق، مروان الثقفي، مزمل خالد، مشال العتيبي، مشالح الشمري، معاذ بن حسين، مفلح القحطاني، منير الطالب، مهند جبريل أبو دية، موسى أحمد، موسى نجيمو، موسيلي وليادي، نجم يوسف السقيب، نذير النصر، نضال الدرويش، هاني صقر، أشبول العمري، هيثم البلوي، هيثم خياط، وائل الحارثي، وليد الفرج، ياسر بو صالح، ياسر مصطفى، يعقوب وديل، يوسف أدينيلي. المرشحون للتخرج من كلية العلوم الهندسية
بدرجة البكالوريوس، إبراهيم الضبيبان، إبراهيم العبيدان، إبراهيم العصيمي، إبراهيم الغانم، إبراهيم سعيد الغامدي، إبراهيم عبد الكريم الزهراني، إبراهيم عتيق الزهراني، إبراهيم محمد الغامدي، أحمد آل إسماعيل، أحمد آل طالع، أحمد البغلي، أحمد أبو عيسى، أحمد الشمراني، أحمد الشيخ، أحمد الطاق، أحمد العريدي، أحمد الغامدي، أحمد الغزال، أحمد القريقري، أحمد النويصر، أحمد باطويل، أحمد بخش، أحمد سلمان، أحمد عبد الرحمن، أحمد مضيخر، أحمد مقبول، أسامة الشمراني، إسماعيل درويش، أصيل بوهاب، أكرم العبسي، البراء الصبري، أنس المنصور، أنس فاران، أنس نياز، أيوب حابس، بدر السويدة، تركي آل مفرح، تركي العبد الرحمن، تميم السالم، ثامر الضفيان، ثامر بن أيان الرشيدي، جعفر آل حسين، حارث عيد، حسن أحمد الرمضان، حسن آل حبيب، حسن البشر، حسن الحربي، حسن الزهراني، حسن السادة، حسن أمين رمضان، حسن صديقي، حسن آل داود، حسن آل عقيل، حسين السالم، حسين السنان، حسين الشماسي، حسين المبارك، محمد العويض، حمزة الخطيب، حيدر آل زواد، خالد الحديثي، خالد الحربي، خالد الزهراني، خالد السباعي، خالد السريع، خالد الوابلي، خالد شيط، خالد محسن العمودي، خالد محمد العمودي، راكان أحمد، رائد الحويفي، رائد المجماد، رضوان فلمبان، ريان العويس، ريان سبيه، زياد الحربي، زياد مطلق إبراهيم المطلق، سالم بريك، سامي العنزي، سعود التميمي، سعود الخالدي، سعود السويلم، سعيد باداود، سلطان الدخيل، سلطان الفيفي، سلطان القحطاني، سلطان سردار، سلمان التميمي، سلمان الجهني، سلمان الخويلدي، سلمان السليمي، سليمان الحمدان، سليمان الغفيري، سند سند، شرف الإسلام بهويان، شفيع الرحمن بيك، صادق آل حسن، صادق آل مبيريك، صالح الشاهين، صالح الشمالي، صالح العميل، صالح أبو زيد، صلاح الدين الفكي، صلاح عبده، صهيب سلمي، طارق التركي، طارق الزهراني، طلال العبد الكريم، عايض القحطاني، عبد الإله هباني، عبد الباري محمد عبد الرزاق، عبد الحكيم المنصور، عبد الرحمن أبو الرب، عبد الرحمن البعينين، عبد الرحمن الجربوع، عبد الرحمن الراجح، عبد الرحمن السيد، عبد الرحمن عبد اللطيف، عبد الرحمن العكاس، عبد الرحمن العمرو، عبد الرحمن الغراب، عبد الرحمن منيع، عبد الرحمن بحلس، عبد الرحمن جمال عبد الرحمن، عبد الرحمن حداد، عبد الرحمن خالد الهبيدي، عبد الرحمن سراج، عبد الرحمن سعيد، عبد الرحمن محمد، عبد الرؤوف جويد، عبد العزيز أفضل، عبد العزيز آل ذعفة، عبد العزيز الإيراني، عبد العزيز الحربي، عبد العزيز الزهراني، عبد العزيز السعدون، عبد العزيز الغامدي، عبد العزيز الغرير، عبد العزيز القرني، عبد العزيز جندي، عبد الكريم الصيدلاني، عبد الكريم المعيلي، عبد الكريم رجب، عبد اللطيف مراد، عبد الله الأزوري، عبد الله الحربي، عبد الله الحمام، عبد الله الخنيزي، عبد الله الدوسري، عبد الله الرميحي، عبد الله الزهراني، عبد الله الشيخ، عبد الله الصغير، عبد الله العمري، عبد الله العفالق، عبد الله العويشز، عبد الله العيوني، عبد الله القحطاني، عبد الله المطلق، عبد الله المغامسي، عبد الله بن شحبل، عبد الله سليمان، عبد الله شاهين، عبد الله غراب، عبد الله غزواني، عبد الله فيصل فيرق، عبد المجيد آل مريع، عبد المحسن الرسن، عبد الملك مرداد، عبود باقيس، عثمان العبعادي، عدنان السماهيجي، عدنان المالكي، عدنان شريف، عقيل المهيني، علاء الموسى، علي آل دعبل، علي آل طالب، علي البلوشي، علي الراشد، علي العلي، علي العماري، علي القصاب، علي الملا، علي المهنة، علي بن لادن، عماد باعطى، عمار الحربي، عمر الشبعان، عمر البشير، عمر الخميس، عمر العفيف، عمر الغامدي، عمر المطيري، عمر المغربي، عمر النجار، عمر ضباب، عمر عبد الله، عمر يماني، عيسى الفنيس، فراس الغانمي، فراس مياجان، فلاح الغانم، فهد الحربي، فهد الزهراني، فهد الطلحية، فهد العبيد، فهد بالطيور، فواز الرماح، فواز الشويرد، فيصل الجاسم، فيصل السميل، فيصل العسكر، فيصل العويضي، فيصل غويش، قيس جواح، كريم زهر، ليث الزعبي، مازن السنيدي، مالك بخاري، مبارك الدوسري، مبارك الراشد، مجاهد المزيعل، مجاهد عسيري، مجتبى الناصر، مجد الدين علي، محمد أبو علي، محمد إدريس، محمد إسماعيل، محمد العلوي، محمد المبريك، محمد الأصيل، محمد البدر، محمد الجزيري، محمد الجوهر، محمد الحسين، محمد الحويطي، محمد الدبيسي، محمد الدرع، محمد الزاهر، محمد الزهراني، محمد السياري، محمد الشريف، محمد الصعيليك، محمد الصقر، محمد الظاهري، محمد العايش، محمد العباد، محمد العتيبي، محمد العديل، محمد العصيمي، محمد العلق، محمد العلي، محمد العمودي، محمد الغامدي، محمد القحطاني، محمد الكبسي، محمد اللوح،
محمد المبارك، محمد المسلمي، محمد المشاري، محمد المطوع، محمد المنشاوي، محمد المهيني، محمد اليامي، محمد بازيد، محمد باسليم، محمد بن عفيف، محمد سليمان، محمد شهادة، محمد عابد، محمد علي، محمد عوض، محمد محمود، محمد محيميد، مرتضى الشوارب، مروان الجري، مسلم الرضي، مشعل الصالح، مصطفى السمخان، مصطفى الخليفة، مصطفى المعلم، معاذ الرحيباني، معاذ العنيزان، معاذ المحمود، معاذ بن عتيق، معمر العمري، مهدي الصالح، مهند الحميدان، مهند عثمان، موسى العسيري، مؤمن عبدين، مؤيد الحربي، مؤيد الحميدان، مؤيد محمد، ميرزا أختر، ناصر السيد، ناظم إسماعيل، نايف الشريف، نايف المطيري، نواف الجاني، نواف السلطان، نواف الفايدي، نواف الوافي، هشام أبو الخير، هشام البار، هشام حارثي، وليد القحطاني، ياسر الشريف، ياسر بنوب، يحيى آل الشيخ مبارك، يحيى عسيري، يزيد الزيد، يزيد السلامة، يزيد الميموني، يوسف العرفج. المرشحون للتخرج من كلية الهندسة التطبيقية بدرجة البكالوريوس: إبراهيم آل سيف، إبراهيم العباس، إبراهيم الشويعر، إبراهيم الصهيل، إبراهيم الغزال، أحمد آل عمران، أحمد البشراوي، أحمد التريكي، أحمد الحسين، أحمد الحلوة، أحمد الحماد، أحمد الحميني، أحمد السلمي، أحمد الشهراني، أحمد العرفات، أحمد العيد، أحمد القحطاني، أحمد الكاظم، أحمد الكاف، أحمد باسودان، أحمد المبارك، أحمد سلامي، أحمد طيب، أحمد فطاني، أحمد فلمبان، أحمد معافى، أحمد مولود، أسامة العنيزان، أسامة الوهيبي، أسعد بخاري، أشرف الغامدي، أنس باهمام، أنور سميلي، أياد آل موسى، بدر آل ملاط، بدر الأحمد، بدر الشهراني، بدر المجنوني، بدر النفجان، بندر العفاس، بندر العساف، تركي الغزي، تركي بالخير، ثامر الحارثي، حاتم الفيفي، حاتم عسيري، حازم القثامي، حسام الدين، صلاح الدين، حسن آل يوسف، حسن الزيداني، حسن السويداني، حسن العايش، حسن الناصر، حسن عبادي، حسن آل حسين آل إسماعيل، حسين القصيمي، حسين المسلم، محمد العتيبي، خالد الزاهد، خالد الصومالي، خالد العلكمي، خالد المنصور، ركان القحطاني، ركان المطيري، ركان النمري، رامي الشهري، رضوان بخاري، ريان الشهري، ريان الغامدي، زهير اليوسف، زياد الثبيتي، زياد زايد، سعود القحطاني، سعود أخوان، سعود السكران، سعيد البطاطي، سعيد الحذيفي، سلطان الشميمري، سلطان الشهري، سلمان آل إبراهيم، سليمان باجبع، سهيل آل سهيل، صهيب سيد، طارق الشهري، طارق المطيري، طلال الحربي، عادل المحاسنة، عبد الإله الشهري، عبد الخالق السهيو، عبد الخالق الغامدي، عبد الرحمن الأحمدي، عبد الرحمن الخلف، عبد الرحمن الدوسري، عبد الرحمن الذويب، عبد الرحمن الزهراني، عبد الرحمن الزواوي، عبد الرحمن السنين، عبد الرحمن الشذري، عبد الرحمن الشهراني، عبد الرحمن الغامدي، عبد الرحمن الكلثم، عبد الرحمن الملا، عبد الرحمن بامقبل، عبد الرحمن عمودي، عبد الرزاق كاتب، عبد العزيز ابو حزام، عبد العزيز آل حسين، عبد العزيز الجاسر، عبد العزيز الحمدي، عبد العزيز الحميدان، عبد العزيز الزهراني، عبد العزيز السعيد، عبد العزيز الشيحة، عبد العزيز العتيبي، عبد العزيز العيسى، عبد العزيز القحطاني، عبد العزيز المطيري، عبد العزيز الملحم، عبد العزيز النفيعي، عبد العزيز تونسي، عبد العزيز حميد، عبد الكريم القحطاني، عبد الكريم القرني، عبد الكريم الهاشمي، عبد الله البراك، عبد الله ابراهيم، عبد الله البلوي، عبد الله الجربوع، عبد الله الحربي، عبد الله الزهراني، عبد الله الشمري، عبد الله الشهراني، عبد الله الشهري، عبد الله الصم، عبد الله العمري، عبد الله العتيبي، عبد الله القحطاني، عبد الله القرشي، عبد الله المزمومي، عبد الله الوهيبي، عبد الله باذيب، عبد الله بن عتيق، عبد المجيد آل شيخ، عبد المجيد الطاسان، عبد المحسن التميمي، عبد المحسن الدوسري، عبد الهادي المستادي، عبد الهادي صالح الرشيدي، عبد الوهاب سعاتي، عطاء إدريس، علي آل زرع، علي آل سعيد، علي آل حسن، علي الزهراني، علي الشمراني، علي العمري، علي العوامي، علي الفريدة، علي القحطاني، علي اللهو، علي المقعدي، علي الموسى، علي الناشري، علي النخلاوي، علي الوادي، علي حاجي الزويد، علي زعوري، علي شافعي، علي محمد الزويد، عماد السلمي، عمار السيود، عمر سندي، عوض أبو علامة، عوض المالكي، عيد الركيان، عيسى الفيفي، فارس الشهراني، فارس القرني، فارس الموسى، فارس بصالح، فارس ضيف الله، فارس شمري، فراس الهويش، فراس بن حريب، فهد المخلص، فهد السراني، فهد العتيق، فهد الغامدي، فهد القحطاني، فهد المطرفي، فهد اليماني، فيصل أجهري، فيصل آشيبان، فيصل البقمي، فيصل الطيور، فيصل الغامدي، فيصل القحطاني، فيصل عسيري، قاسم العبدلي،
ماجد المسعود، مبارك القحطاني، محمد بن شافي، محمد آل شلي، محمد البشراوي، محمد البهلال، محمد الحويكم، محمد الخلف، محمد الدرع، محمد الدوسري، محمد الشلاش، محمد خالد الشهراني، محمد عبد الله الشهراني، محمد الصبحي، محمد الطريفي، محمد الظاهري، محمد عبد الرب الرضا، محمد العرب، محمد العنزي، محمد الفريدي، محمد القحطاني، محمد المبيض، محمد المحمدي، محمد المطوع، محمد الملحم، محمد النخلي، محمد النصير، محمد الودعاني، محمد اليوسف، محمد طيبة، محمد العريني، مرتضى بن غيث، مروان شكيري، مشاري الشمري، مصطفى المصطفى، مصطفى عريشي، معاذ الأحمدي، معاذ الحنوش، معاذ السفياني، معاذ الشمبري، معاذ سفر، معاذ مدخلي، مقرن آل الشيخ، مناف الشريف، منتظر الزواد، منتظر الصفار، مهند العماش، مهند العوهلي، ناصر العباد، نايف القرني، نايف المنتشري، نزار حسن، نهار الحاجي أحمد، هشام الدهموش، هيثم الشقاق، وائل الهزازي، وليد باوزير، وليد حمدي، ياسر الخليفي، ياسر الصبحي، ياسر العاشور، ياسر العقل، يزيد الجابر، يعقوب القحطاني، يعقوب المخضب. المرشحون للتخرج من كلية العلوم بدرجة البكالوريوس: إبراهيم البراهيم، أحمد الجامع، أحمد الغزي، أمير الخلف، ثامر الفلاج، حسن البقشي، حسن القضيب، حسن المؤمن، راكان معوض، شبيب العلوي، عبد الله الضاحي، عبد الله العواجي، عبد الله برادة، عبد الملك بو علي، محمد بابيضان، مصعب الحربي، مهدي الصفواني، مهند الزهراني، مواث أحمد، نور الدين الكيالي. المرشحون للتخرج من كلية الإدارة الصناعية بدرجة البكالوريوس: أحمد الخلف، أحمد الهاشم، أحمد الفائز، أحمد عبد الوهاب، أحمد إسماعيل الملحم، الحسن الهاشم، بدر عثمان الصيني، بسام البسام، حسام الأحمدي، حسن العيد، حسين الأحمري، حسين الغريري، حسين المطوع، ريان جاري، سعد محمد، سعد الحمود، سعود الداوي، سليمان السعوي، شاكر المخلافي، صالح الصانع، صالح المطيري، عبد الجليل الحمد، عبد الرحمن الظاهري، عبد الرحمن العمودي، عبد الرحمن العوضي، عبد الرحمن الغدير، عبد الرحمن الفويرس، عبد الرحمن الزاهد. عبد الرحمن عوض، عبد العزيز البخاري، عبد العزيز الرشيد، عبد العزيز مرزوق، عبد الله السليم، عبد الله الصاعدي، عبد الله المشاري، عبد الله خوجه، عبد المحسن التويجري، عبد المحسن الحميدة، عبد المحسن الصالح، عبد الوالي عبود، عثمان الثابت، عثمان المبارك، عزام حلواني، علي المحمد، عمر العريفي، عمر صالح دفوع، عمرو الشريف، فايز الخالدي، فهد القرني، فواز الأسمري، فيصل الخالدي، فيصل الزامل، فيصل بسيوني، فيضان بيغ، قاسم البويدي، لؤي البحراني، محمد إسماعيل، محمد آل بطي، محمد الحسيني، محمد السالم، محمد السكيت، محمد السناني، محمد العاشور، محمد القرني، محمد الناصر، محمد خالد فراتي، مرتضى السنان، مساعد المنصور، معاذ كوثر، مهند قنديل، موسى الحافظ، هشام السيف، هيثم الطريقي، يوسف القحطاني، يوسف نيازي. المرشحون للتخرج من كلية تصاميم البيئة بدرجة البكالوريوس: إبراهيم عبد الرحمن السويطي، أحمد عبد الفتاح الرشيدي، أحمد عياد، أحمد يوسف، إسلام ريحان، بهاء الدين المغربي، راشد الخشرم، زياد الثميري، طارق العمودي، عبد الإله التويم، عبد الحميد القطان، عبد الرحمن تركستاني، عبد الرحمن قاضي، علي عبيدان، فيصل خوجة، كريم عبد القادر، محمد الحواج، محمد الشهري، محمد القحطاني، محمد عناية، محمد التركي، مرتضى البحراني، مؤيد كعكي، ياسر العلي، يزيد الأماسي. المرشحون للتخرج من كلية علوم وهندسة الحاسب الآلي بدرجة البكالوريوس: إبراهيم الجبر، إبراهيم الحمام، إبراهيم العمري، إبراهيم الفايز، إبراهيم المرهون، إبراهيم بن الشيخ، إبراهيم بن شرهان، إبراهيم حارثي، إبراهيم غادري، إبراهيم نظيف، أحمد أبو زريق، أحمد التمار، أحمد السعود، أحمد القحايطي، أحمد الهادي، أحمد باجبير، أحمد باجنيد، أحمد حلمي، أحمد سهو، أحمد طيب، أحمد عابد، أحمد عبد الله، أحمد فهد عبد العزيز السعيد، أديب عريف، أسامة الحبيب، أسامة السلمان، أسامة حنتول. أسيد قاسم، ألوك كومار، أنس الحارثي، أنس المبيض، أيوب الضالع، أيوب الفوزان، بدر المطيري، بندر الشمري، جميل الغامدي، جهاد صعيدي، جواد آل المرهون، حاتم شويكان، حسام باعفيف، حسن الحاجي، حسن عجاج، حسن علي، حسين العلوان، حسين المسبح، حسين عزوز،
حمد الحارثي، حيدر آل داوود، خالد الحوطي، خالد الحيزان، خالد بسوكي، خالد حماد، خالد كبوها، ركان الويحق، رضا السمين، ريان الباحوث، ريان الصبحي، زياد النهدي، سالم باسلامة، سالم بن محفوظ، سامي العراجي، سعد الباز، سعيد الجهني، سلطان سيد، سلمان الحناكي، سليمان اسماعيل، سليمان قطان، سهيل الغامدي، شرجيل احمد، صلاح الدين اسكندراني، طريف السليم، طه اعجاز عباسي، عصام عاصم العبد القادر، عامر الحارثي، عامر العبار، عبد الاله النغيمش، عبد الرحمن ابو عبيد، عبد الرحمن البار، عبد الرحمن الثنيان، عبد الرحمن الحربي، عبد الرحمن الحليبي، عبد الرحمن الدواي، عبد الرحمن الشهراني، عبد الرحمن القلعي، عبد الرحمن الينبعاوي، عبد الرحيم عبد الله، عبد العزيز آل عبيدية، عبد العزيز الزهراني، عبد العزيز السياري، عبد العزيز العقيل، عبد العزيز المبارك، عبد اللطيف عبد الرحمن النعيمي، عبد الله الحازمي، عبد الله الزيد، عبد الله الصحيباني، عبد الله الشهري، عبد الله العثمان، عبد الله العكاسي، عبد الله الغامدي، عبد الله الموسى، عبد الله اليامي، عبد الله باقبص، عبد الله بلال، عبد الله بن قربع، عبد الله بودي، عبد الله كعكي، عبد المحسن الريمي، عثمان التميمي، عقيل السقاف، علي الخميس، علي الدغيري، علي السلمان، علي الغماس، علي القرعان، علي المبارك، عمار الشهري، عمار بن خميس، عمر أربيع، عمر الأسمر، عمر القحطاني، عمر المنصوري، عمر بقازي، عمر حمود دحوة، عويس عبد الحميد، عيسى الغزال، فهد البسام، فهد الغفيلي، فهد الفوزان، فيصل العتيبي، فيصل بن مرحوم، مازن بن ريس، ماهر مثبوت، محسن السادة، محمد الشيبان، محمد آل طويلة، محمد آل عباس، محمد الجهني، محمد الدغيثر، محمد السيد، محمد الشهري، محمد الشيوخ، محمد العمرو، محمد الغانم، محمد الغدير، محمد الموسى، محمد باقبص، محمد بانوير، محمد بركة، محمد حسين القحطاني، محمد درويش، محمد زيد القحطاني، محمد عبد العاطي، محمد عبد المقصود، مروان باشا، مساعد بريكان، مسعد هلالي، مشعل باشا، مصطفى سليم، مصعب العتيبي، مظفر عبد الغني، معتز باشا، بشراحيل، معتصم العليان، منتظر الراشد، منصور عرب، مهدي بو خمسين، مهدي سهل، مهند مفوز، ناصر القحطاني، ناصر الناصر، نايف الزهراني، نضال العمري، هاشم إبراهيم، وليد الحسن، وليد الزامل، وليد القاضي، وليد حميد، ياسر الشريف، يحيى اسماعيل خيمر، يوسف الصبيح، يوسف فرج، حسين الوادعي. المرشحون للتخرج من كلية البترول وعلوم الأرض بدرجة البكالوريوس: أحمد الحجري، أحمد السعيد، أحمد الغامدي، أحمد المصعبي، بدر الحماد، براء السمان، بندر العتيبي، جابر الشقيقي، خالد السمدوني، رائد الحربي، عبد الرحمن الخنيني، عبد الرحمن الزلاقي، عبد الرحمن الزويد، عبد العزيز السبيعي، عبد العزيز الكعبور، عبد الله الدايل، عبد الله الصيخان، عبد الله العمير، عبد المجيد العتيبي، عمار العضابي، عمر محمود العزوني، كريم الجرادي، محبوب القحطاني، محمد الدوسري، محمد الشمري، محمد الصالح، محمد حميد الدين، محمد رشوان، محمد عبد الله، محمود السيد، مظفر الحاجي، مكي آل زواد، نواف العطلة، هاشم الموسوي،
وليد عولقي. الحمد لله، الحمد لله القائل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، والصلاة والسلام على هادي الإنسانية ومعلم البشرية نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية، صاحب المعالي الأستاذ الدكتور خالد بن صالح السلطان مدير الجامعة، أصحاب السمو، أصحاب الفضيلة والمعالي، أصحاب السعادة، الآباء والأمهات، الأبناء الخريجين، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً ومرحباً بكم في هذه الليلة المباركة التي يملأها الفخر والاعتزاز. مرحباً بكم في العرس السنوي 47 لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن. تحتفل الجامعة بتخريج كوكبة جديدة من أبنائها الطلاب الذين أنهوا دراستهم في جامعة مرموقة ومتميزة محلياً وإقليمياً. ويشرف حفلنا صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية، الذي نسعد به أن يكون معنا في هذه الأمسية المميزة ليرعى حفل تخريج هذه الكوكبة المتميزة من الطلاب. فأهلاً ومرحباً بسموه الكريم بيننا. تستعد هذه النخبة المباركة من الخريجين لبدء رحلة العطاء على ثغور وطننا الغالي الذي قدم الكثير، وينتظر منهم تأدية واجبهم بكل مسؤولية وأمانة بقيادة راعي نهضته ومسيرته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه. حفظه الله ورعاه وأيده بعونه ونصره وتأييده، وحفظ الله بلادنا من كل فتنة وشر وسوء. والآن مع كلمة الخريجين يلقيها نيابة عنهم الطالب إبراهيم ابن عبد الرحمن الصويطي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين المفتتحت رسالته بقول رب العالمين اقرأ. صاحب السمو الملكي
الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية، معالي الأستاذ الدكتور خالد بن صالح السلطان مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أمهاتنا العظيمات، آباءنا الكرام، أساتذتنا الأفاضل، زملاء الخريجين، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقد شرفت بأن أقف في هذا الموقف اليوم، وهو شرف لعمري يتوق إليه كل طالب، كيف لا وهو يقف بين يدي والدنا صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، حفظه الله ورعاه وسدد على الخير خطاه، ممثلا عن نخبة النخبة من طلاب هذا الوطن المعطاء. صاحب السمو، أبحرت في بحر الكلام لأقتفي، أحلى كليمات وأحلى الأحرف، لكنما الأمواج أردت قاربي فتحطمت خجلا جميع مجادفي. لو أنني أنشدت 1000 قصيدة لوجدتها في حقكم لا لنتفي. أهلاً وسهلاً بكم يا صاحب السمو في رحاب جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وكعادتكم في كل عام تهدون الوطن سواعد فتية تنطلق في دروب الحياة لبناء وطن العطاء والنماء، فإليكم نهدي أسمى معاني الشكر والتقدير لتشريفكم ورعايتكم. أيها الحفل الكريم، لنقف صفاً واحداً ولنقلها بقلب مخلص، إن أولى وأول من نشكر وأحق من نثني عليه هو الله سبحانه جل في علاه، فربنا لك الحمد، أنت أهل الثناء والمجد. يا إخوتي أبناء جامعة سمت حتى أقر بفضلها القمران بترول، والتهبت حروف قصيدتي واختال فخراً محبري وبناني بترول، وارتج المدى مما أرى من صرح علم ثابت الأركان. من قادها كيف ارتقت وتقدمت وسمت إلى الجوزاء دون تواني؟ فأجاب صوت قال إن مديرها رجل وشهم قائد متفاني، رجل رمى في المكرمات بسهمه، رجل يسمى خالد السلطاني. أمهاتنا وآباءنا، جاء يوم ردي الجميل، فأي دنيا نضيفها على الدنيا لنكافئ ليلة من تعبكم؟ لا مكافئة ولا جزاء ولا ثمن، ها هي جهودكم قد أزهرت، فشكر كبير لتلك الدموع التي تنساب على خدودكم في هذه اللحظات. أساتذتنا الأفاضل، شكراً لهذه الأنامل التي من فكت بيضاء من آثار طباشير العلم، شكراً لهذه الحناجر التي بحت مراراً فكانت سبباً إلى ما وصلنا إليه. قد بذلتم في سبيل تعليمنا الكثير، والله لا يجازي بالكثير القليل، أفلا يكفيكم أن يستغفر لكم كل شيء؟ أيها الحفل الكريم، نتذكر تماماً لحظاتنا الأولى في الجامعة، السكن، السنة التحضيرية، الجبل عالم لم نسبر أقاصيه إلا ونحن على أعتاب التخرج، مررنا بسوق العمل لنجد ما عندنا لا يقل عن عتاد غيرنا بل أجود. جامعة الملك فهد للبترول والمعادن جامعة خطت لنفسها منهجاً فريداً، علماً وبحثاً وعملاً، حتى أصبحت وجهة لكل طموح، وأصبح طلابها رواد أعمال وهدفاً لكبرى الشركات حتى قبل تخرجهم. فشكراً لكل من أسهم في بناء هذا الصرح الشامخ إدارة وأساتذة وموظفين.
إخواني الخريجين، أنتم نجوم ليلتنا هذه، أقولها لكم ملء الفؤاد، مبارك لكم هذا الإنجاز العظيم، ولنعقد العزمة تستحقونه بكل جدارة، ولنعقد العزمة ألا أن نكون سواعد بناء لديننا ووطننا، لجعله في مصاف عالمه الأول، شامة في جبين الأمة، بعقيدة راسخة وهمة لا تلين، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد وولي ولي العهد، حفظهم الله ورعاهم. وقبل أن أختم، دعوني أذكركم بالدعاء لإخواننا المرابطين على الحدود، ولجنودنا ولرجال أمننا البواسل، فاللهم سدد رميهم وانصرهم بنصرك واحفظهم بحفظك، والحمد لله رب العالمين. وللجامعة كلمة يلقيها مدير الجامعة الأستاذ الدكتور خالد ابن صالح السلطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، أصحاب السمو والفضيلة والمعالي، ضيوفنا الأكارم، الآباء والأمهات، أبناء الخريجين، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في يوم من أيام العطاء تحتفل الجامعة بحفل تخرج الدفعة 47 من طلابها، لتهدي الوطن نخبة من المتميزين الذين نهلوا من معينها وارتووا من فيض عطائها وتشربوا مبادئها وقيمها، فلهم منا أسمى التهاني والتبريكات على إنجازهم وتخرجهم في هذه الجامعة الرائدة. كما يسرني أن أتقدم بخالص الشكر والامتنان لكم يا صاحب السمو أن منحتم حفلنا هذا شرف حضوركم الكريم، لتؤكدوا بذلك حرصكم المستمر على مشاركة أبنائكم فرحتهم وتتويج جهودهم، ودعمكم المتواصل أنشطة الجامعة ومناسباتها، وتقديركم لدورها المتميز في خدمة الوطن والمواطن. صاحب السمو أيها الحفل الكريم، لقد حققت الجامعة ولله الحمد إنجازات رائدة على مستوى التعليم والبحوث والتواصل المجتمعي بفضل الله، ثم بفضل الدعم المادي والمعنوي الكبير الذي توفره للتعليم حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، يحفظهم الله جميعاً. ولقد شرفت الجامعة ومنسوبوها بتفضل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله خلال زيارته الكريمة للمنطقة الشرقية في ربيع الأول الماضي بتجشين مشاريع المرحلة الثانية من تطوير المدينة الجامعية، والتي بلغت تكاليفها 2 مليار ريال، واستهدفت تعزيز البنية التحتية للجامعة وتطوير مرافقها الحيوية لتوفير بيئة تعليمية وبحثية مشجعة. كما شرفتمونا يا صاحب السمو باستضافتكم للجامعة ومنسوبيها مرتين في مجلس سموكم الأسبوعي العامر هذا العام، أولاهما لتكريم الحاصلين على براءات اختراع والتعريف بمنظومة الابتكار وتطوير التقنية، والثاني لتكريم فرق التطوع بالجامعة، إضافة إلى رعايتكم الكريمة للاحتفال الذي أقامته جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية كاوس تكريما لشقيقتها جامعة الملك فهد للبترول المعادن باعتبار أكبر الجهات الداعمة لها منذ تأسيسها، فشكراً لكم سمونا. وقد دأبت الجامعة على مواصلة الإنجاز بإنجاز آخر متميز، وإطلاق المبادرة تلو المبادرة،
ولأن المقام لا يتسع لاستعراض كامل نجاحات الجامعة، فسنكتفي بإشارات إلى بعض ما تحقق منها هذا العام. أطلقت الجامعة عدداً من المبادرات والبرامج التي تعزز مشاركتها في تحقيق رؤية 2030 من خلال تعزيز كفاءات خريجيها بمهارات عالمية والريادة في مجالات الطاقة والبيئة والمياه، وتوسيع أثر منظومة الابتكار وريادة الأعمال وإدارة المؤسسات غير الربحية. واصل المجلس الاستشاري الدولي للجامعة دوره في تفعيل البعد العالمي لأداء الجامعة من خلال مناقشات المبادرة مبادرات التي أطلقتها الجامعة لمواكبة رؤية 2030 ومراجعة الخطة الاستراتيجية الثانية للجامعة وتحديثها. واصل وادي الظهران للتقنية نموها باستقطاب مراكز بحوث متقدمة لأكبر شركات الطاقة والنفط والغاز في العالم، إضافة لانضمام شركة سابك بأكبر مجمع بحثي وتطوير للتقنية للبتروكيماويات، وتطوير علاقات قوية مع جامعات ومراكز بحثية عالمية مثل MIT، كالتك، جورجيا تك، ستانفورد، كايست وناشنال يونيفرسيتي في سنغافورة، وشركات استراتيجية مع شركة أرامكو السعودية وسابك والاتصالات والكهرباء وغيرها من الشركات. حصلت الجامعة على المركز الرابع عشر عالمياً في قائمة الجامعات الأعلى حصولاً على براءات الاختراع من مكتب براءات الاختراع الأمريكي، وذلك بمئة وخمسة عشر براءة اختراع في عام 2016 فقط. وأسست الجامعة نتيجة لهذا آليات مستدامة لنقل التقنية والترخيص لها وتتجيرها مع شركائها الاستراتيجيين، ومنها ترخيص تقنية تكسير المحفزات لإنتاج النفط الثقيل، واستخدمت هذه التقنية شركة إس أويل في كوريا الجنوبية، وتقنية المياه تحلية المياه شديدة التلوث والتي تم ترخيصها لشركة جريدينت الأمريكية وتعمل في ولاية تكساس في الولايات المتحدة، وما يقرب من عشر تقنيات متقدمة في طريقها للتتجير أو الترخيص. واصلت كلية هندسة البترول وعلوم الأرض بشراكة فاعلة مع شركة أرامكو السعودية نموها لتكون أحد أفضل خمس كليات في العالم في هذا المجال في عشر سنوات، واستقطبت نخبة من الأساتذة العالميين، كما بدأ العمل في إنشاء مجمع المعامل والمختبرات وكذلك مركزاً لأبحاث الكلية في وادي الظهران للتقنية. حقق وقف الجامعة نمواً كبيراً، حيث بلغت محفظة الوقف الاستثمارية والعقارية قرابة ملياري ريال، وبدأت بحمد الله أعمال إنشاء مركز الأعمال الذي سيوفر مناخاً تفاعلياً لمنسوب الجامعة مع قطاع الهندسة والأعمال، وسيصبح معلماً حضارياً يعكس دورها الريادي ويدر على الجامعة ما يربو على 300 مليون ريال سنوياً بحلول عام 2030 بإذن الله. حصل أساتذة الجامعة وباحثوها وطلابها على عدد كبير من الجوائز في مجالات متعددة تعكس تميز الجامعة وجودة برامجها ونتاجها، كما حققت منظومة العمل التطوعي بالجامعة إنجازات نوعية هذا العام، وقاد عدد من طلاب الجامعة فرق التطوع في كافة مناطق مملكة الحبيبة في اليوم العالمي للتطوع. أبنائي الخريجين، لقد سعدنا بكم وأنتم تتلقون تعليمكم في هذه الجامعة التي جعلت منهجها تعزيز القيم لديكم وتجويد مهاراتكم وإثراء تجربتكم الحياتية وإحداث الأثر الإيجابي في سلوككم، إضافة إلى تزويدكم بالعلوم والمعارف. إن هذا المنهج الفريد في مكوناته أنتج كفاءات وطنية تتولى أعلى المناصب في قيادة قطاعات ومؤسسات كبرى في القطاعين العام والخاص، وإننا على يقين أنكم ستكونون في الغد القريب بإذن الله نماذج رائدة في مواقع البناء وأمثلة صادقة في الوفاء لهذا الوطن المعطاء. وإذ نبارك لكم اليوم تخرجكم في هذه الجامعة ونقدم لكم أطيب تهنئة لهذا الإنجاز ونعبر عن سعادة وطننا الغالي بكم، فإننا نسأل الله لكم رفعة في الدين والعلم وإخلاصاً في القول والعمل وحسناً في الخلق وبراً بالوالدين وتميزاً في الأداء، متطلعين أن يستمر تواصلكم مع هذه الجامعة ويتعاظم دعمكم لها بعد تخرجكم.
كما يطيب لنا في هذه المناسبة أن نقول لشركائنا في النجاح والفرحة لكل أب ولكل أم: هنيئاً لكم وأنتم ترون هذا اليوم نتيجة ما قدمتم من تربية حانية ورعاية صالحة وجهود صادقة، فجزاكم الله خيراً ورزقكم بر أبنائكم وأدام عليكم خيره وبركته وزادكم بشراً وسعادة. ولا ننسى أن نقدم شكرنا وتقديرنا لكل من أسهم في هذا النجاح من الأساتذة والموظفين والهيئة الإدارية في الجامعة. وفي الختام أرفع لسموكم الكريم شكرنا وامتناننا وتقديرنا لتشريفكم هذه المناسبة العزيزة وحرصكم الدائم على تكريم أبنائكم الطلاب، وأكرر شكري لضيوفنا الأكارم والتهنئة لأبنائنا الخريجين وأسرهم، وأدعو الله العلي القدير أن يسدد خطى جنودنا البواسل الذين يحرسون حدودنا ويحمون أمن وطننا بإذن الله. أدام الله على وطننا الكريم أمنه وعزه وأمانه في ظل القيادة الحكيمة لحكومتنا الرشيدة. إنه نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولسمو أمير المنطقة الشرقية كلمة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف ابن عبد العزيز آل سعود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أكون معكم في هذه الليلة وفي هذه المناسبة السعيدة لهذه الجامعة المميزة في حفل تخريج الدفعة 47 من أبناء هذا الوطن، لنزفهم بعد أن استعدوا لبدء مرحلة جديدة من مراحل العطاء لخدمة دينهم ثم مليكهم ووطنهم بمن أهلوه من علوم ومعارف لاستكمال مسيرة التنمية في وطن ندين له جميعا بالحب والعطاء. الحضور الكريم، إن بلادكم آمنت منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن أن الإنسان ركيزة التنمية وأساسها، وأن الأمم لن تتقدم إلا بالعلم والمعرفة، فذللت الصعاب وسخرت الإمكانيات وهيئت السبل ووفرت المصادر ونشرت المعارف واستقطبت الكوادر المؤهلة لتعليم أبنائنا والارتقاء بهم. وشهدنا ثمار هذا الاهتمام من خلال النجاحات المتتالية والابتكارات المتجددة والأبحاث العلمية المتميزة التي حققها أبناء هذا الوطن في كافة الأصعدة. أبنائي الخريجين، أهنئكم على تجاوز هذه المرحلة الهامة من حياتكم العلمية، وأبارك لكم تخرجكم من هذه الجامعة العريقة، وآن الأوان لرد الجميل لهذا الوطن الغالي الذي قدم لنا الكثير، ولتكونوا أيدي البناء وسواعد عطاء وعوامل نماء وارتقاء. أبنائي، بشعور الأب المحب أخاطبكم إن مفاتيح النجاح لا تتحقق إلا بالتوكل على الله، حق توكل ثم بالعمل الجاد الصادق والتطوير المستمر والثقة بالنفس، كما أن المنافسة في سوق العمل لا تعرف إلا روح المبادرة والإصرار على النجاح والتميز، فالفيصل هنا يتجسد بالعطاء الصادق والأداء المتميز. أبنائي، الآمال معقودة عليكم كبيرة، وطموحنا بكم لا حدود له، فالنجاح ييسر لمن توكل على الله وعزم أمره.
ولكم في من سبقكم من تخرجوا من هذه الجامعة وبلغوا مناصب قيادية في أعمالهم خير قدوة، فكونوا امتدادا لهذا النجاح. إخواني وأخواتي أولياء أمور خريجين العزيزين، تعبتم وسهرتم فنلتم وحصدتم، فهنيئا لكم ولأبنائكم خير ما زرعتم ونعم ما حصدتم. وأبارك لكم آباء وأمهات تخرج أبنائكم في هذه الليلة. وختاما أشكر معالي مدير الجامعة الدكتور خالد السلطان وأسرة الجامعة على جهودهم بالرقي بأداء الجامعة، وأكرر مباركتي لأبناء الخريجين، وأتمنى الجميع التوفيق والسداد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر لسموكم الكريم تفضلكم بهذه الكلمة الطيبة الضافية. صاحب السمو، أيها الحفل الكريم، في هذه اللحظات المباركة تزف الجامعة خريجيها، فليتفضل أصحاب السعادة عمداء الكليات بتقديمهم. عميد الدراسات العليا الدكتور سلام ابن عادل زمو. صاحب السمو، أيها الحفل الكريم، يشرفني أن أقدم لكم طلاب الدراسات العليا المرشحين للتخرج لهذا العام، فليتفضلوا بالقيام. عميد كلية العلوم الهندسية والهندسة التطبيقية الدكتور مسفر ابن محمد الزهراني. صاحب السمو، أيها الحفل الكريم، تتشرف كلية العلوم الهندسية وكلية الهندسة التطبيقية أن تقدم لكم طلابها المرشحين للتخرج لهذا العام، فليتفضلوا بالقيام. عميد كلية العلوم الدكتور سليمان ابن صالح الحميدان. صاحب السمو، أيها الحفل الكريم، تتشرف كلية العلوم أن تقدم لكم طلابها المرشحين للتخرج لهذا العام، فليتفضلوا بالقيام. عميد كلية الإدارة الصناعية الدكتور محمد ابن فرج الزهراني. صاحب السمو، أيها الحفل الكريم، تتشرف كلية الإدارة الصناعية أن تقدم طلابها المرشحين للتخرج لهذا العام، فليتفضلوا بالقيام. عميد كلية تصاميم البيئة الدكتور عادل ابن شاهين الدوسري. صاحب السمو، أيها الحفل الكريم، تشرف كلية تصاميم البيئة أن تقدم طلابها المرشحين للتخرج لهذا العام، فليتفضلوا بالقيام. عميد كلية علوم وهندسة الحاسب الآلي الدكتور عادل ابن فضل أحمد. صاحب السمو، أيها الحفل الكريم، تتشرف كلية علوم وهندسة الحاسب الآلي أن تقدم طلابها المرشحين للتخرج لهذا العام، فليتفضلوا بالقيام. عميد كلية هندسة البترول وعلوم الأرض الدكتور عبد العزيز بن عبيد الكعبي. صاحب السمو، أيها الحفل الكريم، تتشرف كلية هندسة البترول وعلوم الأرض أن تقدم طلابها المرشحين للتخرج لهذا العام، فليتفضلوا بالقيام. صاحب السمو، أيها الحفل الكريم، نهنئ الطلاب وذويهم وأساتذتهم وجامعتنا، كما نهنئ وطننا الغالي، هذه النخبة المتميزة من أبناء جامعتنا. شكر الله حضوركم وتشريفكم حفلنا،
ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه على أمل اللقاء بكم في مناسبة قادمة من مناسبات الجامعة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.